بسم الله. لو انا عندي هنا جدول ابدا اختار عدد الصفوف وعدد الاعمده زي ما انا عايز، ده عدد الكولوم الاعمده وهنا عدد الصفوف، ابدا احط الجدول بتاعي. لو انا في قيمه هنا موجوده وعايز انقلها لمكان تاني، اقول لكم مثلا في هنا قيمه 4 وهنا قيمه مثلا 3، عايز هنا اخد في الخليه دي اقول له خد القيمه من ال A2 مثلا، فادوس هنا رايت كليك واقول له انسرت واقول له فورمولا، ممكن اقول له اجمع لي او اديني المتوسط او انا اقول له انا عايز خليه تمام، واروح كاتب A2 تمام، فهو اوتوماتيك هياخد نفس الرقم اللي هناك. ولو الرقم ده اتغير لاي رقم تاني هيتغير اوتوماتيك هنا.